إني أصلي الوتر بعد العشاء مباشرة خشية ألا أستيقظ في الثلث الأخير من الليل، وإذا استيقظ هل أوتر مرة ثانية؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. يكفي الوتر الأول الحمد لله، وإذا استيقظ فصلي ما تيسر ولا توتر مرة ثانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوترين الليلة الواحدة. نعم.